أكدت مصادر سورية مطلعة أن طهران تضغط منذ عدة سنوات على دمشق لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق في أيار مايو الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات كثيرة، والتأكيد على ضرورة وضع الاتفاقيات العديدة الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ. مستغلة الأوضاع الاقتصادية المنهارة في سوريا والضغوط التي تعانيها الحكومة في مختلف القطاعات، تزيد إيران ضغوط على الحكومة السورية لوضع الاستثمارات الاستراتيجية التي حصلت عليها بموجب اتفاقيات أبرمت بين البلدين موضع التنفيذ عبر المطالبة بسداد الديون البالغة 50 مليار دولار. مصادر سورية مطلعة أكدت في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط أن طهران تضغط منذ عدة سنوات على دمشق لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، خصوصا بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق في أيار مايو الماضي وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجالات كثيرة، والتأكيد على ضرورة وضع الاتفاقيات العديدة الموقعة بين البلدين موضع التنفيذ، مشيرة إلى أن طهران نجحت في تسريع إجراءات تحويل تلك الاتفاقيات لواقع ملموس. المصادر أوضحت أن دمشق ترى أن تلك الاتفاقيات مجحفة بالنسبة لها كونها منحت إيران امتيازات على حساب المصالح السورية وأنها تحرمها من الحصول على موارد مالية تدعم خزينتها، لأن الهدف الرئيسي منها هو استعادة الدين الإيراني، وبالتالي تتردد الحكومة في تنفيذها لإبقاء الاقتصاد ورقة على أمل إقناع دول عربية وغربية بالاستثمار في سوريا. وجرى في آب أغسطس الماضي تسريب وثيقة حكومية مصنفة سرية صادرة عن الرئاسة الإيرانية إلى وسائل الإعلام تتعلق بإنفاق طهران 50 مليار دولار على الحرب في سوريا خلال 10 سنوات، واعتبارها ديوناً تريد استعادتها على شكل استثمارات ونقل الفوسفات والنفط والموارد الأخرى إلى الحكومة الإيرانية. وفقاً لتلك الوثيقة فإن هناك 8 مشاريع استثمارية ستنفق إيران نحو 950 مليون دولار عليها حتى تتمكن من استرداد نحو 18 مليار دولار خلال 50 عاماً، وذلك في وقت تجد دمشق نفسها مضطرة للرضوخ لضغوط إيران، خاصة في مسألة توريد النفط والغاز والموارد الغذائية الأساسية، في ظل امتناع الدول العربية والأجنبية عن تنفيذ مشاريع استثمارية بسوريا بسبب العقوبات الغربية. ينضم إلينا من لندن حمد شهاب الطلاع محلل سياسي، أهلا بك أستاذ حمد. إذن الحكومة الإيرانية تضغط على الحكومة السورية في دمشق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، يعني كما يقال لتسديد ديون سوريا لإيران عبر هذه الاتفاقيات، لماذا تماطل دمشق برأيك إلى الآن؟ مساء الخير، تحياتي لك أستاذ كريم ولمشاهديك في كل مكان. يعني مبدئيا لنتحدث عن دقة الأمر، يعني هل هناك ديون إيرانية فعلا على نظام بشار الأسد؟ بالتأكيد هناك ديون حقيقة، لأنه إيران يعني ضخت كثير من الجهد العسكري والجهد الثقافي والجهد الاقتصادي في الداخل السوري ضمن مسارين حقيقة طيلة يعني 13 عاما الماضية، ضمن مسارين، ضمن مسار يعني ترسيخ التمدد والوجود الإيراني في المنطقة، وأهم شيء يعني بالنسبة للإيرانيين هي الساحة السورية لما تشكل من يعني ساحة محورية تلتف عليه جميع أذرع إيران أو تلتف حولها جميع أذرع إيران في المنطقة، إضافة لكون سوريا هي البوابة الهامة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، حقيقة كونها تمثل ركيزة الإمداد اللوجستي الإيراني لذراع إيران في لبنان حقيقة. والمسار الآخر الذي أنفقت عليه هو مسار حماية نظام بشار الأسد من السقوط. إذا نحن نتحدث عن ديون حقيقية ضخت داخل سوريا حقيقة، إما من خلال جهد عسكري أو من خلال جهد بناء المراكز الثقافية الإيرانية وشركات الاستثمار في سوريا.
كيف يعني يتعامل نظام الأسد مع هذه الديون وهل هو قادر على السداد؟ بالتأكيد هو قادر، يعني هو لو كان يستطيع أن يفي بهكذا مبالغ كبيرة حقيقة لما اضطر أصلا إلى الاستعانة بالجانب الإيراني للوقوف إلى جانبه عسكريا واقتصاديا ضد ثورة الشعب السوري. لكن يعني السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا يعني يتم تفعيل هذه الورقة بين الحين والآخر؟ تفضل سليم. طيب أستاذ حمد، يعني حضرتك قلت أن النظام السوري قادر على دفع هذه الديون، كيف له أن يدفع هذه الديون؟ طبعا هي قدرت تقريبيا 50 إلى 60 مليار دولار. عفوا أستاذي أخي، أنا قلت هو غير قادر. غير، عفوا. طيب قادر. طالما أنه غير قادر، طيب كيف لإيران أن تحصل ديونها إذن في ظل هذا الوضع الاقتصادي المزري للاقتصاد السوري؟ يعني أنا طبعا حتى أصوب الأمر، أنا لم أقول أنه قادر، أنا قلت لو كان قادر لما اضطر أصلا للجوء إلى إيران عسكريا واقتصاديا، وبالتالي ولأنه غير قادر ولأن إيران تدرك أنه غير قادر على تسديد هذه الديون، إما لعدم قدرته على تسديدها بالنقد يعني بالكاش، يعني لكون أصلا الاقتصاد السوري منهار وتكاد أن تكون خزينة الدولة السورية فارغة إلا بما يعني يحاول نظام الأسد الاستحواذ عليه من مقدرات الشعب السوري لدعم آلته العسكرية حقيقة. وبالتالي يعني إيران هي تضغط بين الحين والآخر بهذا الاتجاه من أجل دفع نظام بشار الأسد للتنازل في ملفات محددة حقيقة، وأهم هذه الملفات تطبيق الاتفاقيات التي وقعها على مدار السنوات الماضية مع يعني بين وبين إيران حقيقة. هذه الاتفاقيات التي تمنح إيران أحقية الاستيلاء على الكثير من مقدرات الدولة إن كان على هيئة مؤسسات أو على هيئة أراضي حقيقة. والملف الآخر هو الذي تضغط باتجاهه هو يعني خلينا نقول إقامة نظام بشار الأسد كدولة معترف بها شرعيا أمام الأمم المتحدة بسن قوانين وتشريع قوانين حقيقة تتواءم مع المشروع الإيراني في التوطين في هذه المنطقة، يعني على مسار إيران القاضي إلى جعل هذه المنطقة منطقة نفوذ وربما منطقة تابعة مباشر لما تسمى الإمبراطورية الإيرانية التي يعمل على تحقيقها، وبالتالي يتضغط عليه في ملفات الإيرانيين الذين يقيمون في سوريا إن كان في مجال الإسراع في عملية تجنيسهم أو عملية الإسراع في معاملتهم معاملة استثنائية. يعني طيب هذا يقودنا أيضا إلى السؤال الأول، يرجعنا إلى السؤال الأول أستاذ حمد، من الآخرين من أطراف أخرى على الأرض السورية. يرجعنا إلى السؤال الأول، لماذا تتباطأ دمشق بالتنفيذ ما اتفقت مع طهران لإبرامه؟ يعني موضوع الاتفاقيات الاستثمارية الصناعية التجارية النقل المواصلات كل هذه الأمور، ما هو سر التباطؤ؟ أخي الكريم، يعني نظام الأسد هو بالأصل منذ زمن بعيد فاقد السيادة على الأرض السورية في ملفات عديدة، إن كان في ملفات خارجية أو في الملفات الداخلية يعني بكافة فروعها، إن كان الملف الأمني أو الملف الاقتصادي أو الملف الثقافي، كل هذه الملفات حقيقة هو فاقد السيادة عليها، وبالتالي هو لا يستطيع حقيقة تلبية المطالب الإيرانية لأنه يتعرض بتحكم روسي من جهة، لكون روسيا لا تريد لإيران أن تستولي على المزيد من خلينا نقول المؤسسات السورية، وأهم هذه المؤسسات مؤسسة الموانئ، لأن روسيا ترى في ذلك استحقاقا خاصا لها حقيقة. ومن جانب آخر هو أيضا يتعرض لضغوط من الجانب الإسرائيلي، كون إسرائيل يعني تطلب منه مقابل حمايته دوليا، لأنه كما تعلمون أن
الذي حماه في الأمم المتحدة ومنع الأمم المتحدة والقوى الغربية من اتخاذ خطوات تسرع في عملية سقوطه هي إسرائيل حقيقة، وبالتالي إسرائيل تضغط على بشار الأسد كي لا يمنح الإيرانيين استحقاقات، وخصوصا فيما ما يتعلق بملف التواجد العسكري في سوريا، التواجد الميليشياوي، لأنه عادة إيران عندما تريد أن تبتز الآخرين على الرغم من حالة التخادم التي لا زالت مستمرة بينها وبين إسرائيل، إلا أنها عندما تريد أن تبتز إسرائيل تبتزها من خلال الميليشيات التي تتبع لها والمتواجدة على حدود إسرائيل على الأرض السورية. إذا بشار الأسد يتعرض إلى ضغوط من الجانبين الروسي والإسرائيلي حقيقة تجعل منه فاقد القرار في عملية تلبية المطالب الإيرانية. نعم أستاذ حمد، أيضا يعني ربما من بعض الأسباب لتماطل دمشق في تنفيذ هذه الاتفاقيات بحسب ما قالت بعض المصادر من دمشق لصحيفة الشرق الأوسط أن دمشق قالت أن هذه الاتفاقيات هي مجحفة بالنسبة لها، وأنها يعني تعدي من أو منحت إيران امتيازات على حساب المصالح السورية. طيب يعني ما هو يعني أسباب صحوة دمشق، إنجاز التعبير هذه صحوة دمشق المتأخرة؟ يعني إذا كان نظام الأسد صدق في يوم من الأيام حقيقة فهو صدق في هذه الحجة عندما يقول أن هذه الاتفاقيات مجحفة، لأنها فعلا هي ليست باتفاقيات، إنما هي كانت بالأصل هي شروط مملاة على نظام بشار الأسد من قبل الجانب الإيراني في ظرف يعني كان نظام الأسد بأمس الحاجة إلى الدعم الإيراني بكافة المجالات. وبالتالي الآن عندما أصبح يرى بطريقة أو بأخرى أن المجتمع الدولي لا زال متماهي مع عملية استمراره في حكم سوريا، ولا زال المجتمع الدولي يدعم بقاء هذا النظام بصورة أو بأخرى، وعندما رأى أنه يعني القوى العسكرية تحديدا قبل القوى الشعبية يعني المحسوبة على الثورة السورية قد تم تحييدها وفق مسارات معينة، إن كان وفق مسارات التناحر الداخلي بين الفصائل أو وفق مسارات التحكم الخارجي بهذه الفصائل، والتي حيدت حقيقة اتجاه البندقية من التصويب إلى نظام الأسد إلى التصويب إلى اتجاهات أخرى، وبالتالي أصبح يرى أنه في مأمن من الثورة السورية وما تبعها من ارتدادات. إذن هو الآن يرى في أن عملية التخلص من الجانب الإيراني الذي يتحكم بكافة قراراته والتي يعني والذي يفقد السيطرة حتى على القصر الذي يقيم فيه، يرى فيه أن هناك فرصة لتحقيق هذا الحلم وهذه الرغبة بالتحلل من الهيمنة الإيرانية على قراره في يعني حكم سوريا. أستاذ حمد، هل تعتقد أن أيضا ربما من أسباب المماطلة هو مراهنة دمشق على استثمارات عربية بعد التطبيع العام الماضي؟ شوف أستاذ الكريم، حتى أضعك بالصورة وأضع المشاهدين يعني الجمهور العربي بشكل عام، قضية أن بشار يراهن على استثمارات عربية فيما يتعلق بتعامله مع الجانب الإيراني، أعتقد هذا الأمر مستبعد. لماذا؟ لأنه العرب مهما بلغت بهم الرغبة، وهنا أقصد الأنظمة، مهما بلغت بهم الرغبة في عملية إعادة تقويم نظام بشار الأسد حقيقة كرها بثورات الربيع العربي، إلا أنهم غير قادرين على يعني تعويمه اقتصاديا والمساهمة بمشاريع تبني الاقتصاد وتبني البنية التحتية المدمرة إلا وفق تفاهمات مع المجتمع الدولي، وعلى رأس هذا المجتمع الجانب الغربي. هنا الجانب الغربي الأمريكي والأوروبي لا زال يصر على عدم الانخراط في مشاريع إعادة الأعمار وإعادة تعويم نظام الأسد اقتصاديا على الأقل، يعني قد يساهم في تعويمه سياسيا وفق يعني بيئة منهكة مدمرة، وقد يكون ذلك، لكنهم
يعني لا زالوا مصرين على عدم تعويمه اقتصاديا وإعادة بناء سوريا في ظل نظامه، يعني كرها بالجانب الروسي، لأنه هناك نزاع استراتيجي غربي روسي ليس فقط في سوريا إنما في ملفات عالمية متعددة، ومن ضمن هذه الملفات هو الملف السوري. إذن الجانب العربي حقيقة هو مربوط بالجانب الغربي، وبالتالي بشار الأسد يدرك أنه يعني لا يمكن له الاعتماد على الجانب العربي في هذا الاتجاه تحديدا. طيب أستاذ حمد، بسؤال أخير، عندما يتم مطالبات المجتمع الدولي تطبيق القرار 2254 وحتى إخراج إيران من سوريا وهو مطلب عربي أيضا، كيف يمكن لهذه الاستثمارات الإيرانية في سوريا أن تلغى؟ يعني يمكن الحديث ربما خروج عسكري أو سياسي، لكن موضوع استثمارات وإبرام عقود تصل بعضها لمدة 50 عام. يعني هلا مبدئيا مسألة تطبيق القرار الدولي 2254 يعني لا زالت إلى الآن لا يوجد مؤشرات، يعني تؤشر على أن المجتمع الدولي جاد بتطبيق هذا القرار، ولكن يعني لنفترض جدلا أن هناك رغبة دولية قد يعني تحدث غدا أو بعد غد أو بعد شهر أو بعد سنة من أجل تطبيق هذا القرار، بالتأكيد أن هذا القرار سيصفي عملية يعني الاتفاقيات الإيرانية وعملية الديون الإيرانية على نظام بشار الأسد، لأنه جوهر القرار هو إحداث حكومة انتقالية في سوريا، وبالتالي هذه الحكومة الانتقالية بالتأكيد هي لن تعترف بكل الاتفاقات، أو لنقل يعني حتى نكون أكثر دقة، لن تعترف بأغلب الاتفاقات اللي وقعت يعني بين نظام الأسد ودول أخرى مثل روسيا وإيران خلال فترة عمر الثورة السورية، لأن هذه الاتفاقيات تفتقر إلى الدعم الشعبي في هذه المرحلة. الشعب في حالة ثورة على النظام يعني بمعنى آخر هو غير معترف به شعبيا، وبالتالي كل الاتفاقيات التي وقعها مع دول أخرى هي فاقدة للشرعية، وأي حكومة انتقالية قادمة ستنظر في هذا الأمر وسوف لن تعترف بهذه الاتفاقيات الموقعة. أشكرك جزيل الشكر من لندن حمد شهاب الطلاع محلل سياسي.